إذا قيل لك ما هي الفائدة المتعلقة بالتوحيد في قوله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فقل دعاء غير الله شرك بالله عز وجل. ولذا قال هنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني إن دعوت غير الله لم ينفعك، وإن تركت دعاء غير الله لم يضرك، إنما النافع والضار هو الله عز وجل.